من جديد أهلا بكم. أكد مسؤول الإعلام الخليجي على أهمية الإعلام خلال الفترة الحالية نظرا لما يعيشه الإقليم من مراحل صعبة، معتبرين أن الإعلام الخليجي جزء من منظومة الاستقرار ويعكس الصورة الإيجابية للخليج في المجتمعات الدولية. تصريحات المسؤولين الخليجيين خلال ملتقى الإعلام الخليجي الثاني الذي استمر ليومين وجرى على هامشه عدد من الندوات للإعلاميين الخليجيين على كل المستويات السياسية والرياضية والإعلامية. تحت عنوان الإعلام الخليجي بين الرأي والخبر، افتتح نائب رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الملتقى الإعلامي الخليجي الثاني الذي أقيم برعايته. وأكد الخالد على أهمية الإعلام الخليجي كونه أحد العوامل المهمة لاستقرار الدول الخليجية، إضافة لكونه أحد الروافد والمصادر المهمة لنقل الأخبار، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية للخليج في المجتمعات الدولية. تعتبر أحد الروافد الهامة كمصدر موثوق للمعلومة في عصرنا الحاضر، لما لها من أهمية خاصة في إعطاء الصورة الإيجابية لدول المجلس، وتعكس مدى التطور والتحضر الذي وصلت إليه دولنا أمام المجتمع الدولي. من جانب آخر، وصف الأمين العام لدول مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني الظروف التي تمر بها المنطقة بالصعبة والمعقدة، داعيا الإعلام إلى مواجهة جميع أنواع التطرف الفكري والطائفي لحماية الجبهة الداخلية الخليجية، فيما سلط وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الضوء على الخطاب الخليجي الذي أبهر العالم بقوته في التأثير والانتشار والتسويق للوحدة الخليجية، مشددا على ضرورة تفعيل الوسائل الإعلامية وتحصينها بمبادرات لوساطية الإسلام وسماحته. إن واقع وسائل الاتصال الإعلامي الذي يعيشه العالم اليوم يؤكد أنكم أيها الإعلاميون تأتون في خط المواجهة الأول للدفاع عن هذه الجبهة والتصدي لكل من يسعى لاختراقها عبر تشويه الحقائق ونشر الفرقة. السادة الحضور، يجب علينا في ظل التحديات المحيطة بنا أن نفعل وسائل إعلامنا الخليجي وبصفة خاصة وسائل الإعلام الجديد لما له من سرعة وصول وقوة تأثير في القطاعات الشبابية التي تمثل قوة الحاضر وقيادة المستقبل، وتحصينها من خلال مبادرات توعوية وتثقيفية بسماحة الإسلام ووسطيته، بالإضافة لدعم الملتقيات الشبابية الجادة ذات التوجه والرؤى الوطنية. من جهته، شدد وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء الشيخ محمد العبد الله على أهمية نقل وسائل الإعلام الكويتية للأخبار بموضوعية وبعيدا عن الشائعات نظرا للأوضاع الساخنة في المنطقة. نأمل إن شاء الله بشكل كبير أن تستمر وسائل الإعلام الكويتية كما عهدناها بالعمل المتقن والمهني بنقل الخبر بشكل صحيح وسليم، وأن لا تشارك في زيادة بث الإشاعات أو في زيادة الشجون. أكد القائمون على ملتقى الإعلام الخليجي الثاني على أهمية الإعلام وأثره على الأمن القومي الخليجي وضرورة ابتعاده عن الشائعات التي تضر بالمكون الخليجي، خاصة في ظل الأوضاع الساخنة التي تعيشها المنطقة. محمد النبهان، الملتقى الخليجي الثاني، قناة الكوت.